سلام. يعني والله العظيم انا ماني عارف احصلها من روك ستار والاستهبال اللي قاعد يصير، ولا الغباء اللي قاعد يصير منهم، ولا احصلها من المنفسين اللي مداومين ومنتشرين عندي في القناة في الفترة الأخيرة وفي السناب. شيء غريب. طيب بس عشان اعطيكم تفاصيل موضوع اليوم اللي صراحه حيكون نقاش بشكل كبير وبعض المعلومات يمكن حتصدمكم، في البدايه حاب اذكركم لا تنسى تضغط زر اللايك. اول شيء اضغط زر اللايك لانه صراحه زعلتوني على الخفيف اخر مقاطع، دائما العاده 5000 5000 5000 ما عدا المقاطع الاخيره ما ادري شبكم 2000 3000 4000 اضغط اللايك. الشيء الثاني زي ما وعدتكم امس في موضوع في السناب حنتكلم عنه في الغالب، فاضيفني في السناب وفي الانستغرام حتحصل علامه تطلع لك في اي جهه من هذا الجهه، واحد من الشباب قال لي حطها في الشاشة ترى أريح لنا. نخرج دحين في المهم. اليوم كان في معرض اسمه TGS اللي هو اختصار لطوكيو جيم شو، يعني معرض في اليابان خاص وحصري لشركة سوني لجهازهم البلايستيشن. طبعا أنا فكرت أمس وقعدت أفكر هل من معقول إنه ممكن يكون مصادفة ونشوف شيء لريدد، وفعلا هنا كانت المفاجأة، فعلا كان في عرض للعبة ريدد، لكن على قولتهم الفرحة ما تمت لأنه في النهاية طلع العرض هو نفس العرض القديم اللي شفناه تقريبا قبل سنة. الخبر يمكن هذا ما يعتبر شيء جديد لكن اقلها بيثبت لنا او بيثبت لنا انه فعلا روكستار حتنزل اللعبة في موعدها الجديد اللي هو على خريف السنة الجاية بدون ما انه يكون في شيء ممكن يغيروه او حاجة معينة، خاصة انه الصيفية فعليا حتنتهي على يوم الجمعة، حيكون يوم 22 وحينتهي شيء اسمه الصيف عندهم على حسب ما وعدونا روكستار. فمعناته من النهاية كان من المفترض نسمع يا اليوم الثلاث يا يوم الخميس، وهنا كانت صدمة ثانية. اليوم بكل برودة اعصاب روكستار مغردين لي بصورة زي ما انتم شايفين الصورة قدامكم لطيارة جديدة اضافوها في لعبة GTA V، بالاضافة كمان بعض الديسكاونت والخصومات والدبل والكلام الفاضي هذا اللي تعودنا عليه وملينا منه. على قد ما انه محبين استديوهات روكستار او محبين لعبة ريدد بالتحديد، يعني الكل قاعد على اعصاب وما عاد بقي شيء تقريبا على الصيفية الا يوم واحد اللي هو يوم الخميس، وما نعرف فعليا اذا كان روكستار حتعلم فيه عن شيء او حتى بطله. لكن خلينا ناخذ بعض الاشياء اللي صارت قبل فترة وصراحة بدأت توضح لنا معالم استوديوهات روكستار قاعدة تسوي ممكن على أقل تقدير. قبل فترة ستيروس زيلك اللي هو يصير رئيس شركة تيك تو اللي ما يعرف أرجع أكرر الشركة الأم تعتبر لروكستار أو الناشر لروكستار والناشر برضو لـ2K. تيك تو للمعلومية هي اللي وقفت مع استوديوهات روكستار أو حتى مع الأخوان هاوسر قبل ما يصير عندهم أصلا استوديو اسمه روكستار، يعني قالوا لهم خذوا الفلوس ويلا وروني شغلكم لأنه حاسين إنه من وراكم في شيء على ايام GTA الاولى والثانيه، وفعلا طلعت لنا بعد كذا GTA 3 وكبرت الشركه وصارت روكستار. فنقدر نقول كانهم هم اللي يعني كانهم ابو روكستار، يعني ادوهم فلوس وطلعوا طلعه وهذا هم وصلوا مواصيل. نجي دحين لزلك. زلك قبل فتره قال بالحرف الواحد احنا ما احنا مهتمين بسوق الفي ار ولا يهمنا السوق هذا بشكل كبير، لكن اللي شفناه مع لعبه الاي نوير او نوار لما نزلت الوضع كان جدا جدا مختلف، بحيث انه اللعبه حتدعم الواقع الافتراضي اللي هو تقنية خلينا نقول النظارة اللي بتلبسها وبتخش عالم اللعبة في الغالب، وهذه التقنية حتكون مدعومة في لعبة نوا. ما ادري فين اللي ما كان مهتم وصار مهتم، سبحان الله الخالق. هذا واحد. الشيء الثاني، كثير منكم بيتسال عن لعبة بولي 2 وكيف طلعت الاشاعات عن لعبة بولي 2. خليني اعطيكم حاجة جدا جدا مهمة، المصدر اللي قاعد يطلع لنا اخبار خلينا نقول استوديوهات روكستار بشكل عام وجي تي اي بشكل اخص وقف طبعا بسبب انه خلاص يعني شاف اليوتيوبر كثير صاروا طفيليين بياخذ منه المعلومات على اساس يجيب مشاهدات، فبطل من هذا المجال زيه زي اي شخص ثاني مل من التسريبات اللي تطلع لجي تي اي طور الاونلاين. هذا الشخص بكل بساطه قبل فتره سرب لنا موضوع لعبه الانوار انها حتنزل على اجهزه السويتش، ما حد وقتها اعطاه وجه رغم انه مصدر موثوق، وفعلا الانوار هذه بتنزل الحين حاليا على جهاز السويتش والبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، وبرضه كمان حتنزل على البي سي بتقنيه الفيرتشوال ريلت. نفس الشخص هذا اتكلم قبل فتره برضه كمان شوية طويلة وتكلمنا عنه في القناة انه استوديوهات روكستار شغالين على لعبة بولي 2. ارجع اكرر ما في دخان بلا نار، اتكلمنا على هذا الموضوع قبل كذا وارجع اكرره ثاني مرة بس على اساس تحاولوا تربطوا المواضيع مع بعض. نجي دحين للموضوع المهم، روكستار سان دييغو ايش اللي قاعد يصير؟ عارفين ايش الغريب في الموضوع اللي قاعد يصير فعلا مع استوديوهات روكستار؟ انه الكل ملتزم الصمت والكل في حالة غريبة جدا، يعني ما تسمع اي شيء، يعني قد ما انه الميديا قاعدين يتكلموا ما في احد يرد، ما في احد
يصرح، ما في احد يتكلم عن اي شيء. بلاي ستيشن تنزل لك اعلان ردد كذا فجاه، ونفس الاعلان القديم في اليابان، فما اعرف ايش اللي قاعد يصير. روك ستار سان دييغو في سنه 2010، وهذه معلومه ما عرفت الا تقريبا قبل فتره جدا بسيطه، طردوا تخيلوا الفريق اللي كان شغال على لعبه ميدنايت كلوب، بحجه انه فريق ميدنايت كلوب رفضوا يشتغلوا على لعبه ردد ريدمشن، كل سبب واحد، انه بيحاولوا يجمعوا الاتنشن او خلينا نقول انتباه الناس كله على لعبه ردد ريدمشن ويسحبوهم من لعبه ميدنايت كلوب. للامانه اتوقع انهم نجحوا بشكل كبير. اذا بكل بساطه روك ستار عندها خلينا نقول عناوين جدا كثيره ناجحه، من ضمنها بولي، ريدد ريدمشن، وجي تي اي في. فهذا بيثبت لنا شيء واحد، ان روك ستار في الوقت الحالي شغال على اكثر من موضوع، مو بس لعبه ريدد ريدمشن. وان كان بتسالني بقول لك بكل بساطه شغالين على جي تي اي 6 وشغالين على بولي 2. اتوقع هذه اكثر عنوانين حيشتغلوا عليها او ناويين يخلوها في بلان معين تنزل في الفترات الجايه. خلينا ناخذها كذا بشكل منطقي، ليش اتوقع ريدد قاعدين ياخروا في التريلر حقه؟ للامانه وبعد تفكير عميق اعتقد والله اعلم قاعدين ياخروا في لعبه ريدد على قد ما يقدروا، لانه بكل بساطه ما هم حابين ينزلوا تريلر لقصه اللعبه، لانه بكل بساطه التريلرات اللي نزلت وضحت لنا انه لعبه ريدد ريدمشن وبعض الصور، يعني حاولنا نعرف قصه اللعبه، لكن الغريب انه ما في اي شيء عن طور الاونلاين. وليش هذا الموضوع يعتبر غريب؟ لانه بكل بساطه روك ستار شافت الذهب، شافت الفلوس، المايكرو ترانزاكشن فكرته داخل اللعبه جاب لها فلوس شيء غير طبيعي. وهذا نفس الموضوع اللي تكلمنا عنه زمان على موضوع ليزلي، لما قال لهم يا جماعه الخير ترى الاونلاين بيجيب فلوس، ما اعطوا وجه، ولما جاب الموضوع فلوس كثيره طردوه من الاستوديو بالقضيه المشهوره على سنه 2014 2015. طلع الموضوع بشكل كبير في الاعلام انه ليزلي انطرد الشخص اللي يعتبر واحد من الاشخاص اللي ابدعوا في لعبه جي تي اي بي وقدمها لنا بالشكل الحالي. طيب عزيزي المشاهد، اقدر اقول لك روك ستار قاعد تتغير كله بسبب الاونلاين، اونلاين لعبه جي تي اي في والنجاحات اللي قاعده تحققها خاصه في الشارك كارد، والناس اللي قاعده تدفع فلوس في الشارك كارد. واللي انا اجزم لو كانوا العرب بيدفعوا في الشارك كارد فلوس كان اللعبه تعربت من زمان بدون حتى ما يكون في اي مستثمر. فبكل بساطه الاونلاين قاعد يخرب شركات كثير، واتوقع انه احنا فعلا على باب تخريب استوديوهات روك ستار. انا ما اكون سلبي لكن انا متاكد 200% يعني احساس من عندي انه التريلر الجاي حيكون لطور اونلاين لعبه ريدد ريدمشن، وحيكون حماسي بشكل كبير لدرجه انه ممكن محبين لعبه جي تي اي في يبدوا يحولوا على لعبه ريدد ريدمشن، او قال لا يتحمسوا لعبه ريدد ريدمشن من الان الى وقت صدور اللعبه السنه الجايه. واتوقع روك ستار قاعده تفكر بطريقه معينه كيف انها تجذب هذا الجمهور الكبير جدا وتكرر نفس السيناريو اللي صار مع لعبه جي تي اي في، لكن ذي المره في لعبه ريدد ريدمشن. صراحه انا ما الوم روك ستار، يعني وصلت لمرحله انه خلاص مستواها جدا مرتفع لدرجه انه ممكن صار الموضوع صار عليهم ضغط جدا عالي بحيث انه يحاولوا يحافظوا على هذا الجمهور وهذه المكانه، خاصه في ناس يعني ما كانوا متوقعين نجاحات روك ستار بتوصل لهذه المرحله لكن وصلت. فاقدر الخص لكم اياها بكل بساطه، ليزلي، شارك كارد، اونلاين، جي تي اي في، اسباب خلت روك ستار تتغير في اخر 4 سنين. على قد ما فرحنا بلعبه جي تي اي في على قد ما زعلنا في نفس الوقت على تغير سياسات ووجهات استوديوهات روك ستار. بكل بساطه حاب اذكر انه ريدد ريدمشن حتنزل السنه الجايه ان شاء الله فقط على اجهزه الجيل الجديد، يعني بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1. وهذا بيرجعني النقطه اول ذكرتها انه دان هاوسر اتوقع كذا خلاص وصل لمرحله كاره اصحاب البي سي من الشيء اللي قاعد يصير في لعبه جي تي اي في، فبيدف لهم الالعاب اللي ممكن ما تكون ذيك الالعاب اللي تجيب ذيك الارباح مقارنه بجي تي اي او حتى بريدد ريدمشن. اتوقع ريدد ريدمشن بيبعد عن هذا الموضوع، وانا يمكن ما اتفق بهذا الشيء لانه ودي استمتع باللعبه بدون ما احصل واحد يروح يحاول يخلي الشرطه تطلع في الفضاء وتطارد كل شيء زي كذا يعني منها. هذا اللي كان عندي في هذا المقطع، كان معكم محمود برامو من قناه فيديو جيم فور عرب، سونا اللايك وتابعوني على حساباتي. سلام. I shut my eyes trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I